أظن ما كانش هاد الإسرائيل بأنه خاص نضعيف على عكس من هذا أنه شفتوا كيفاش يعني ضغط على العكس في وسط الميدان وكانت يعني الثنائيات اللي كانت ما بين المهاجمين ديالنا وما بين الدفاع ديالهم كانت فيها ندية وشفتوا كانوا كيربحوا الثنائيات ما تنظرش يكون واحد ضعيف ويربح الثنائيات أظن بأن اللاعب في العمق به باش سجلنا الإصابة الأولى عن طريق الدقة الأولى واستمرينا يمكن ضيعنا بعض الأهداف وكما شفتوا حتى في الشوط الثاني قبل ما خرجوا لاعب مرابط الضغط كلها مشات في العمق وهذا دليل بانه كان لاعب في العمق وفي يعني في السبيتش التكنيك ديالي بالنسبه للاعبين يعني في المحاضره التقنيه قبل المباراه اكدت على اللاعب في العمق واكثر من ذلك في الزانتربال كانت اظن بانه بعض الاحيان بعض اللاعبين وخصوصا المهاجمين خرجوا من التراوه البدنيه وانتم كتعرفوا هذه الاسبوع الثاني اللي دينا فيه التدريب يعني عرض طلعنا جرعات تقريبيه عاد خدمنا اون بيسونس وملي كتخدم اون بيسونس يلفو لو سونتيير اكيد بان كيتبع لك العيا فلهذا قلنا بالتغييرات اللي شفنا اللاعبين ما بقاوش يقدروا كان لاعب شافني اللي دار واحد المباراه في المستوى العالي جدا يعني كان دائما يعني في الدفاع وفي الهجوم كان تيكون مع الكرات وكل ما يكونش لاعب فلان ما يكونش مع الكرات لاعب شافني لانه كان دائما تيبحث على الثنائيات بينه وبين يعني لازين دو بينه وبين الحمداوي وشحال من خطره يمكن كيعطلوه يديروا عليه اخطاء فاظن بانه الدماء الجديده اللي دخلت هذا هو الكوتشينغ عطات اضافه خصوصا وانا عارفين بانه بطوله افريقيا اللي بغينا نستمروا فيها طويل خصنا نعرفوا كيفاش نديروا يعني التدبير ديال كل لاعبين وكل واحد نعطيوه جرعات تدريبيه يعني دقائق في المباراه ان فوليم دو جو داكشي اللي وقع واكيد بانه حاليا نقدر نقولوا بانه وصلنا لواحد 75 80% على اساس نتموا ان شاء الله الاسبوع ديالنا وغادي نجريو مباراه اخرى يوم الثلاثاء باش نزيدوا يعني من فوليم دو جو بالنسبه لبعض اللاعبين على اساس ان شاء الله في اخر الاسبوع يعني في اربعه ايام وخمس ايام الاخيره يعني نزلوا الايقاع ديال هذا ما يسمى بلا فاز دافيتاج وغادي اكيد كان هناك بعض اخطاء يعني في بعض التمريرات اللي كانت ما تدارش عرضيه وكنت عليها ولا تذكرتوا الى كنتوا يمكن عشتوا ديك المرحله ديال 82 كاس العالم في اسبانيا البرازيل خسرت اون كوب دي مون اون باس لاتيرال لا باس دو سيريزو فتيظهر لي بانه اكدت عليها في التدريب بعض اللاعبين خصوصا الاحمدي ودارت في الشوط الاول مرتين المره الاولى مرت غسيله المره الثانيه هي اللي شفت على الهدف دقه 43 الشوط الاول ولكن اللي مزيان هو رده الفعل كانت ايجابيه في الشوط الثاني سجلنا خلقنا فرص التسجيل فاللي ربحنا واكيد بانه ربحنا ايقاع كان في المستوى الجيد ما تيضرش الفريق يكون سهل ويكون عنده ايقاع ديالو يستمر معك في نفس الايقاع يمكن نفس الايقاع ما لقيناش الفريق الزومبي في الاخر الفريق الزومبي يمكن تفتح المساحات هذا الفريق قام تكتل وملي شفناه في التحليل ديالنا التقني للفريق دفاعيا يعني عنده دفاع متراس شوف